التلميذات والتلاميذ، مرحبا بكم. دائما معكم الأستاذ عز الدين المنوي. إذن في هذا الفيديو غنبقاو دائما في المجموعات المميزة اللي في الكيمياء العضوية، وغادي نشوفوا بالضبط أنيدريد الحمض. إذن من هو أنيدريد الحمض؟ هو مركب عضوي أكسجيني، يعني بحاله بحال الكحولات والأحماض الكربوكسيلية والإستيرات اللي شفنا، يعني كيتكون من الكربونات والهيدروجينات والأكسجين. إذن هذا الأنيدريد عنده مجموعة مميزة خاصة به. إذن ما هي هذه المجموعة المميزة ديال أنيدريد الحمض؟ إذن لاحظوا معي، المجموعة المميزة هي كربون أكسجين رابطة ثنائية، أكسجين وكربون أكسجين ثانية، وهكذا. لاحظوا باش تعقلوا عليها مزيان، هاد الأكسجين الوسطاني هذاك الشيء اللي كاين على اليمين بحالو كاين على اليسار. نقدروا نديروا لها الا بغينا هي CO وهكذا. إذن هذه راه كتعني نفس الشيء، هذه غير كتابة أخرى. الآن ما هي الصيغة العامة لأنيدريد الحمض؟ غادي نعاودو نكتبوها من جديد، CO و CO مرة أخرى. هاد الرابطة اللي كاينة على اليسار غنديرو فيها R. الشرط هو أن هاد R تقدر تكون تساوي H، تقدر تكون تخالف H. تخالف H معناها تقدر تكون جذر ألكيلي بحال CH3 CH5 إلى آخره. جميل. كيف نحضر أنيدريد الحمض؟ إذن أنيدريد الحمض غادي نقدر نحضروه من جوج ديال الجزيئات ديال الأحماض، إذن حمض زائد حمض، ونفس الحمض من طبيعة الحال. إذن هذا كتبته مقلوب باش نقادو مع هذا، باش نوريكم الطريقة كيفاش يمكننا نوجدو الكتابة الصحيحة للمعادلة. إذن واحد غنحيدو منه H، والآخر غنحيدو منه OH. إلا مشات H مع OH أش غتشكل لنا H2O. إذن هاد H وهاد OH مشاو، أش غيبقى الآن؟ غادي يحصل ترابط بين هاد الأكسجين اللي بقى حر هنايا وهذا الكربون اللي مشى منه OH. إذن غادي نعاودو نكتبو هادشي اللي على اليسار هو الأول، RCO. شوفوا هاد الأو اللي هو انتهى هي، هاد الأو اللي هو انتهى هي، غترتبط مع داك الكربون اللي بقى حر هنايا، ها هو السي، وهاد السي راه شادة فيها أو، ها هي أو ديالها وعندها R على اليسار، وهذا هو أنيدريد الحمض اللي قلنا. الشرط ديال هاد المعادلة هو تكون حرارة ديال 700 درجة، وواحد الجسم اللي هو P4O10 اللي كيتسمى أكسيد الفوسفور، اللي الدور ديالو هو امتصاص هاد الماء هذا. التسمية، كيف نقوم بتسمية الأنيدريد الحمض؟ إذا عندنا تاني جوج الحالات في السلسلة الخطية. شوفوا معايا في السلسلة الخطية كيفاش غنديروا التسمية. غادي نقسموا هاد الأنيدريد وغادي نوريكم الألوان. شوفوا CO وفي الجهة الأخرى CO. إذا غنقسم من هنا ما بين CO، هاد الجزء هذا اللي غيبقى هو اللي غيهمني، والآخر ما بقى عندنا ما نديرو به. يكفي نحسبوا عدد ذرات الكربون، عدد ذرات الكربون اللي كاينة في هاد الجزء هذا، وناخذ الالكان ونسبقوا ليه كلمه انيدريد ونساليوه بويك. اذا باش نفهموا القاعده جيدا غادي ندوزوا للامثله. لاحظوا معي هذا المثال هذا. اذا هذا المثال رقم 1. اذا هذه هي المجموعه المميزه. اذا اش قلنا؟ قولا ار اما تساوي اش او ار تخالف اش. نبداو بالحاله الاولى، غنديروا بلاصه اش، ها هي اش من هنا واش من ناحيه نفس ار. ايوا مين غادي نقسمو؟ غنقسمو من حدا CO هي هادي. اذا غناخدو غير الجزء الاول، شحال من كربون فيه؟ كما تلاحظون كربون واحد هنا وكاين كربون واحد، نفس العدد اللي غيبقى على اليمين وعلى اليسار. كنبداو بكلمة انيدريد هي الاولى، وغنشوفو الالكان شحال من كربون عندي، واحد مول واحد شكون هو؟ هو ميثان. واش كنزيدوها في الاخر؟ ويك.
نزيد ونوضحه أكثر. إذا كانت R تخالف H، إذن هاد R هذه غندير في بلاصتها CH3، حتى هنا غندير CH3 وغتولي هي هذه اللي قدامكم، هذا هو رقم 2. إوا نقسمو كالعادة من هنا، نشوفو غير جهة وحدة، شحال من كربون عندي في هاد الجهة؟ جوج، إذن الكلمة هي أنيدريد، وجوج كربونات كتعني ألكان اللي هو شكون هو؟ إيطان، واش كنزيدها في الآخر؟ ويك. أما إلا كانت السلسلة متفرعة بحال هاد الشكل هذا، إذا لاحظوا بدا أول حاجة المجموعة المميزة CO، إذن أنيدريد، جميل. إذن هاد الشيء اللي عندي هنا غادي نرقمو باش يجيني واضح، الكربون الوظيفي هو الأول، حنا قلنا غادي نقسمو من هاد الجهة، إذن هاد الوظيفي هو واحد، إذن جوج، ثلاثة، إذن ولات عندي هنا سلسلة رئيسية وخارج منها هاد الفرع. إذن غنديرو داك الشيء اللي كنا كنديرو من قبل، أول حاجة كنبداو بها شناهي؟ أنيدريد. إوا هاد الجدر هذا شنو سميتو؟ ميتيل، في اللاصق الميتيل، في الكربون جوج، إذن جوج ميتيل. ونرجعو الرئيسية، شحال من كربون؟ ثلاثة. ألكان، شكون هو الألكان؟ هو بروبان، وكنزيدو في الآخر شناهي؟ ويك. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.